للمفاوضات. وبالنسبة لغيرها حقيقة الشعوب الثائرة لا يهمها ماذا يجري حول المفاوضات، أو أن الجميع يعلم بغض النظر عن مطالب الآن الشعب الفارسي نفسه، هناك مطالب وثورات وحقيقة يعني ممتدة من عشرات السنين للشعوب الغير فارسية، كان الشعب الأحوازي أو الشعب التركي أو الشعب البلوشي أو التركماني وغيرهم. فهذه حقيقة الثورة اليوم مكونها الأساسي هم الشعوب الغير فارسية. نحن عندما نتحدث عن مهابات أو نتحدث عن زاهدان أو نتحدث عن أماكن أخرى، دليل واضح أنه هذه الأماكن هي شعوبها 70% أكثر من غيرهم. فهذا حقيقة المفاوضات. شكرا. ونحن نعم.